حقيقة بنك ناصر بيعلن عن تقديم قروض بحد أقصى 50,000 جنيه للمصروفات المدرسية. دكتور شريف فاروق النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي أعلن إن البنك بينتهج استراتيجية اجتماعية. الاستراتيجية دي بتستهدف لتخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال تقديم برنامج تمويل لسداد المصروفات المدرسية بحد أقصى 50,000 جنيه، بيتسدد القرض خلال 10 شهور للسنة الدراسية الواحدة، وبيتيح البرنامج التمويل لمرحلة تعليمية كاملة، وبتكون مدة القسط على عدة سنوات لدعم الأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، وده من خلال تسخير رأس مال لخدمة المجتمع. بيستهدف البرنامج كمان أصحاب الوظائف الحكومية، أصحاب المعاشات وغيرهم من الطبقات العاملة. تعالوا نعرف مين بالضبط اللي بيستهدفهم هذا البرنامج. بينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ أحمد صالح، رئيس القطاع المصرفي لبنك ناصر. أستاذ أحمد صباح الخير. أهلا، صباح الخير يا فندم، تحياتي لحضرتك أستاذ. تحياتنا لسيادتك والبنك ناصر على هذه المبادرة الإنسانية. هقول إن بنك ناصر الاجتماعي بيقوم الحقيقة بأدوار اجتماعية، وأيضا المبادرة دي تحديدا وغيرها من المبادرات يمكن ناقشناها في برنامجنا نهاية الأسبوع كانت مبادرات إنسانية في المقام الأول. احنا هنتكلم شوية يا فندم عن القرض، يعني الخاص بمصروفات المدرسة. القرض ده تفاصيله ايه بالظبط يا فندم، ونقدر نحصل عليه ازاي، ومين اللي بيحصل على القرض ده؟ في البدايه بوضح ان هو هذا البرنامج بياتي في اطار اهتمام معالي الوزيره تضامن الدكتوره غاده والي رئيس مجلس اداره بنك ناصر بتخفيف العبء عن محدود الدخل. والقرض بيتيح لرب الاسره سواء الاب او الوالي الشرعي او الام في حاله وفاه الاب انها تتقدم بالقرض لابنها. تمام. الفئات المستهدفه احنا عاملينه لكافه فئات المجتمع، العاملين بالحكومه، قطاع الاعمال، اصحاب وورثه المعاش، العاملين بالقطاع الخاص او اصحاب المهن الحره. تمام، بيقدموا ايه يا فندم عشان يحصلوا على القرض؟ ايه الاوراق المطلوبه؟ والله هو اهم حاجه عشان نضمن ان هذا القرض بيروح للهدف بتاعه بيجيب شهاده من المدرسه بتفيد ان الطالب مقيد في الصف الفلاني، شهادة قيد من المدرسة بتاعته إيه؟ تمام، شهادة قيد من المدرسة. أوكي تمام. وإيه تاني يا فندم؟ مرات أخرى اللي هو مفردات مرتبه عشان أقدر أحدد أصفاته عليه، ومفردات مرتب. طيب تمام. دلوقتي يا فندم لو حد، يعني ده لو أسرة فيها مثلا 3 أو 4 أطفال هيجيبوا شهادات قيد ليهم كلهم؟ أه طبعا، وده بيأثر على فكرة. طيب بيقدم طلب للمدرسة، بيقدم لها شهادة القيد. أنا بدي الحد الأقصى ليه طالما بيقدم ما يفيد المصروفات بتاعتها. طيب في حد معين لعدد الطلاب، يعني مثلا اللي أكتر من 3، أكتر من 4، يعني ولا أي عدد من الأطفال في الأسرة الواحدة؟ أي عدد، لأن إحنا هو الهدف منه هو تحت التعليم للجميع. طيب في نقطة تانية يا فندم، دلوقتي القرض ده هنحصل عليه في قد ايه؟ يعني لو مثلا قدمنا والورق وطلع الورق مستوفى الشروط وكل حاجة، ولي الأمر هيحصل على القرض ده في مدة قد ايه عشان يقدر يلحق يدفع المصروف؟ البنك الناصر الاجتماعي وتقديم الخدمة جيدة لكل المتعاملين معاه، أي قرض ما بياخدش أكتر من 48 ساعة اللي هو مدة الاستعلام لائتماني أي سكور. تمام. طيب الفايده يا فندم، فايده القرض ده هتبقى قد ايه؟ احنا بنتعامل بالعائد 11%. 11% تسدد على؟ لكن في حاجه بحب اوضحها برضو، ان احنا بنتيح هذا القرض مش لسنه واحده بس، احنا بنتيح برضو لاولياء الامور لو عايز لابنه مرحله تعليميه كامله، يعني لو عايز مرحله تعليميه اعداديه لمده 6 سنين بقدر اديها له. تمام. لو عايز 3 سنوات الاعداديه او الثانويه بقدر اديله قرض على 3 سنوات مش على 10 شهور. يعني في 3 سنين وفي اللي هو ال10 شهور اللي السنه الواحده، اللي هي المرحله التعليميه، يعني ممكن يتفق مع المدرسه وده بيديله خصم كبير جدا. يا مدرسه اديني المؤشرات بتاعتك، انت عايزه مصروفات الولد 3 سنين عندك في الاعداديه، لو جاب ما يفيد المصروفات قد ايه بديله القرض على 3 سنين. تمام، بشكرك جدا جدا يا فندم على هذه المعلومات أستاذ أحمد صالح رئيس القطاع المصرفي لبنك ناصر. ونرجع تاني لأخبارنا مشاهدينا، والمترو برضو يعني في إطار المبادرات الإنسانية.